السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نشوف الصرف والتحويل اسم التفضيل على وزن أفعال صفحة 156. دائما مرجع في رحاب اللغة العربية للسنة السادسة. نبدأ بالسؤال الأول. أضع سطرا تحت اسم التفضيل في الجمل الآتية: السيارة أسرع من الباخرة. إذن بالنسبة لهذه الجملة هذه عندنا أسرع، فاطمة الزهراء أفضل النساء، إذا عندنا أفضل. المشي أفضل الرياضات، إذا أفضل الرياضات. هذا الشارع أنظف من ذاك، إذا عندنا أنظف دائما على وزن أفعال. مدينة الدار البيضاء أكبر المدن المغربية، إذا عندنا أكبر. العلم أغلى كنز يملكه الإنسان، أغلى. إذا نمر الآن إلى السؤال الثاني. أملأ الجدول انطلاقا من الجملة الآتية: ماء البئر أعذب من ماء النهر. إذا المفضل في هذه الجملة هو ماء البئر. ماء البئر، إذا ماء البئر اسم التفضيل أعذب. إذا اسم التفضيل أعذب. أعذب وزنه على وزن أفعال، فعله عذاب. عذاب المفضل عليه هو ماء النهر. ماء النهر. ماء النهر. نمر الآن إلى السؤال الثالث. أكمل ملء الجدول. إذا لدينا أفعال، سنستخرج اسم أو سنقوم بصياغة اسم التفضيل، أو العكس، إذا يكون أو لدينا اسم التفضيل ونحدد الفعل الذي اشتق منه أو صيغة منه. إذا طهر، إذا اسم التفضيل أطهر. أطهر. طهر أطهر. أطيب. أطيب هنا طاب. طاب. أعلى، إذا من فعل على، على يعلو، على. نمر الآن إلى السؤال الرابع. أصوغ اسم التفضيل من الفعلين الآتيين. إذا لدينا حسنة ولدينا صدقة. إذا من فعل حسنة اسم التفضيل هو أحسن. 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 من فعل صدقة إذا اسم التفضيل هو أصدق. 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 إذا حسن أحسن، صدق أصدق. نمر الآن السؤال الخامس. أشتق الأفعال من الأسماء أو من أسماء التفضيل الآتية. إذا العكس، إذا لدينا أسماء التفضيل إذا سنحدد الفعل، إذا فعل الخاص بكل اسم تفضيل. إذا أكبر، إذا أشتق من فعل كبر. كبر. أبلغ، إذا من فعل بلغ. بلغ. إذا الآن سؤال سادس. أصوغ اسم التفضيل من الفعلين الآتيين: أنت، إذا قرب. إذا هنا سنكمل الجملة بطبيعة الحال. أنت مثلا أقرب. أقرب، إذا اسم التفضيل من فعل قرب أقرب. ثم نقوم بإتمام الجملة، مثلا نقول أنت أقرب المتسابقين. أنت أقرب المتسابقين. المتسابقين لماذا؟ للمركز أو لما؟ للمركز الأول. للمركز الأول. للمركز الأول. أنت سعيدة، إذا أنت أسعد. إذا اسم التفضيل من فعل سعيدة أسعد. أسعد. أنت أسعد، إذا بما أنك كنت الأقرب للمركز الأول فأنت أسعد الأطفال. أنت أسعد الأطفال.
بالفوز 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 في المسابقة في المسابقة في المسابقة. نمر الآن إلى السؤال السابع. إذا نملأ الفراغ باسم التفضيل المناسب. إذا لدينا مجموعة من الجمل سنقوم بصياغة اسم التفضيل. إذا بالنسبة لكل جملة سنحدد اسم تفضيل مناسب حسب المقترح، يعني حسب سنرى المفضل ثم المفضل عليه ثم نقترح اسم تفضيل، يعني لتفضيل المفضل على المفضل عليه. أحمد، إذا هنا يمكن أن نقول أحمد أذكى الأطفال، أحمد أكبر الأطفال، أحمد أصغر الأطفال. مجموعة من الاقتراحات. إذا سأوظف أحمد أصغر أصغر الأطفال. علي، إذا هنا يمكن أن نقول علي مثلا أذكى ولد أو أطيب ولد، أطيب أطيب ولد. زينب، زينب مثلا أجمل البنات، زينب أجمل البنات. ليلى مثلا ليلى أصغر بنت أو أكبر. إذا بما أننا وظفنا أصغر نوظف دابا أكبر، أكبر بنت. الأحمدون مثلا يمكن نقول أصدق الرجال، أصدق من فعل صدقة وصدقة، أصدق أصدق الرجال. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أطهر النساء، إذا نوظف اسم التفضيل أطهر، أطهر النساء. هاتان الأستاذتان أفضل الأستاذات، أفضل، إذا نوظف أفضل، أفضل الأستاذات. هؤلاء الممرضون، إذا مثلا أطيب ولا مثلا أفضل إلى آخره، إذا نوظف أفضل، أفضل أفضل الممرضين أو أطيب الممرضين. تجولت في الحقل، إذا مثلا أقل إنتاجا أو أقل إنتاجا، أقل إنتاجا. زرت أو أكثر إنتاجا، زرت المدينة هنا مثلا أكثر عمرانا، أكثر عمران إلى آخره. إذا أصدقائي هذو هما الأجوبة الخاصة باسم التفضيل. طبعا الحال الفيديو الجاي إن شاء الله غادي نشوفوا تطبيقات ديال التراكيب الخاصة بالدرس ديال التوكيد. كونوا في الموعد، إلى اللقاء.